صباحها في الثالث من الشهر. قالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: سبحان من استنار بالحول والقوة، سبحان من احتجب في سبع سماوات فلا عين تراه، سبحان من أذل الخلائق بالموت وأعز نفسه بالحياة، سبحان من يبقى ويفنى كل شيء سواه، سبحان من استخلص الحمد لنفسه وارتضاه، سبحان الحي العليم، سبحان الحليم الكريم، سبحان الملك القدوس، سبحان العلي العظيم، سبحان الله وبحمده.